بمصر ودعم مصر القضية المغربية. تمام. الله يحفظك. دقيقة يطلعوا مشاهدين في البث وراح اوكي. ألف مبروك يا وساب، تنور الدنيا والله في مصر، والله العظيم تنور الدنيا، تنور الدنيا. هتيجي بقى انت معاك تليفوني، كارت تبعك، انا اديتك الكارت، جيبوا 10 بتاع لي واتس. اذا متابعي قناة شيف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة طنجة. حاليا كنتواجدوا مع اعلامي وصحفي من مصر اللي اليوم كان حاضر معنا في مباراة ديال المنتخب المغربي ضد كرواتيا، اللي جا وكيشجع المنتخب المغربي. كيف ما كتلاحظوا معنا الان لابس بوفاندا ديال المنتخب المغربي، نخليكم معاه، وكان فرحان بزاف بالتشجيع ديالو للمنتخب المغربي، نخليكم معاه. تكلمنا عن حضور حبيبي. بداية حابب أعرف يعني الإخوة المشاهدين بي، أنا بهاء الملكي كبير الإعلاميين وكبير المذيعين في قطاع الإذاعة في جمهورية مصر العربية، وأنا متواجد حاليا في مدينة طنجة الساحرة في الشمال، وتابعنا منتخب المغرب في لقائه الأول مع نظيره الكرواتي في المباراة الافتتاحية في المجموعة الستة. يعني ألف ألف مبروك، وكان وشنا حلو أنه يعني المنتخب المغربي بيحقق نتيجة إيجابية، وهي التعادل مع منتخب قوي وعنيد، وإن شاء الله بإذن الله في المباريتين القادمتين سواء مع الجانب البلجيكي أو الجانب الكندي المغرب يبلي بلاء حسنا ويحقق نتيجة إيجابية. وإحنا يعني بالنسبة لمنتخب بلجيكا القوي أيضا، إحنا كنا يعني من حوالي 4-5 أيام كنا لعبنا معاه لقاء ودي في الكويت، ويعني استطاع المنتخب المصري أنه هو يتغلب بهدفين مقابل هدف. فإن شاء الله بإذن الله أيضا المنتخب المغربي يكون له الغلبة أمام نظيره البلجيكي، ومن ثم يعني يكون له الغلبة أيضا في المباراة الختامية مع نظيره الكندي. ألف ألف مبروك. حابب أتكلم على العلاقات المصرية المغربية، أن هي علاقات وثيقة جدا تضرب بجذورها في الأعماق. المصريين بيحبوا المغاربة وبيعشقوا المغاربة، وأيضا نفس الشعور المتبادل، المغاربة بيحبوا المصريين، وده شعور متبادل. ودايما وأبدا بنقول أنه مصر والمغرب إيد واحدة، مصر بتساند المغرب في كل قضاياها، المغرب بتساند مصر في كل قضاياها. بدعو الجانب المصري ان هو يعني يجي يتعرف على السياحة المغربية، مجموعة من الأماكن والمشاهد الساحرة والجميلة والخلابة، سواء في المدن، يعني أنا في المدن اللي زرتها سواء الرباط، مراكش، فاس، مكناس، دار البيضاء، هنا في الشمال في طنجة. هي ما شاء الله ما شاء الله، المملكة المغربية ستظل رائدة بفضل طبعا القيادة السياسية وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، مغرب واحدة بإذن الله. وبشكركم شكرا جزيلا، ومرة تانية ألف ألف مليون مبروك للمنتخب المغربي، تعادلوا بطعم الفوز في اللقاء الأول مع المنتخب الكرواتي. شكرا جزيلا، ونلتقي على خير إن شاء الله. والله كان شعور طيب للغاية، أنا يعني لم أشعر أن أنا مصري على الإطلاق، أنا لا، أنا يعني كنت بشجع المغرب يعني بروح مغربية، وكنا يعني الحقيقة المغرب جات له فرص كبيرة جدا، يعني كنا بنتفاعل معاها، فأنا مش غريب، لا أعتبر نفسي غريبا على الإطلاق. وعلى فكرة أي مغربي هيحضر مباراة للمنتخب المصري في جمهورية مصر العربية هيكون نفس الشعور المتبادل، وهشجع المنتخب المصري بحرارة زي ما أنا النهاردة كنت بشجع المنتخب المغربي بمنتهى القوة، وبأنه سانده بمنتهى القوة في اللقاءات القادمة إن شاء الله. الحقيقة المدير الفني وليد الرجراجي أدار اللقاء بمنتهى الحكمة، لأنه يعني 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 هو ظهر مدافعا، وده شكل مطلوب مع منتخب قوي زي المنتخب الكرواتي، لم يفتح خطوطه، كان بيعتمد على الهجمات المرتدة، نجح أن يخرج بالمباراة إلى بر الأمان، وخد اللي عايزه من اللقاء. وليد الرجراجي المدير الفني خد اللي هو عايزه من
اللقاء. تعادل مهم جدا، نقطة ثمينة جدا للمنتخب المغربي. النهاردة طبعا المنتخب البلجيكي مع المنتخب الكندي، يعني نتمنى نتيجة تصب في صالح لقاء النهاردة، وتكون كل النتائج تصب في صالح المنتخب العربي المنتخب المغربي. عندنا كمان منتخب تونس قبل بلاء حسن، منتخب السعودي بالأمس يعني بيفوز بنتيجة يعني بمفاجأة من العيار الثقيل على المنتخب الأرجنتيني أيضا يعني، وإن شاء الله المنتخب القطري منظم البطولة يعني بالرغم من المباراة الافتتاحية وهزيمته من الجانب الإكوادوري، إلا أنه إن شاء الله يعني سوف يتدارك الأخطاء ويبلي بلاء حسنا في قادم الأيام بإذن الله. عايزين قطر، السعودية، المغرب، تونس، المنتخبات العربية يعني إن شاء الله تكون متواجدة في الدور التالي، وأيضا تكون متواجدة في الدور اللي بعد القادم إن شاء الله. توقعاتي للقاءين، المنتخب المغربي هيخوض لقاء مع المنتخب البلجيكي اللقاء القادم، ومن بعده المنتخب الكندي. أنا متوقع لما شفت لقاء المنتخب البلجيكي مع منتخبنا المنتخب المصري في اللقاء الودي، عايز أقول أنه نعم هو منتخب قوي، ولكن مش المنتخب اللي هو يعني الجانب المغربي يعني يقلق منه أو يخاف منه. بإذن الله اللعيبة والمدير الفني يعني برضو ان شاء الله يديروا لقاء جيد مع المنتخب البلجيكي، ما يهاجموش، ما يفتحوش خطوطهم من البداية، برضو يعتمدوا برضو زي ما اعتمدوا في لقاءهم النهاردة مع الجانب الاوكراني. وان شاء الله ان شاء الله انا متوقع انه المنتخب البلجيكي هيفوز بهدف مقابل لا شيء، وان شاء الله ايضا يفوز بهدف مقابل لا شيء على المنتخب الكندي باذن الله. كلمة اخيرة طبعا كلمة لجمهور مدينة طنجة، عايز أقول لكم أنه أنا أول مرة أجي مدينة طنجة، مدينة ساحرة ومدينة جميلة، من أفضل الأماكن اللي ممكن حضرتك يعني تتخيلها، مدينة على البحر الأبيض المتوسط، وأيضا بتطل من الجانب الغربي على المحيط الأطلنطي. طبعا هي على البحر الأبيض المتوسط، بتطل على أهم مضيق في العالم وهو مضيق جبل طارق. مدينة استراتيجية، مدينة مهمة، مدينة ساحرة، مدينة سياحية. فيعني بقول يعني يا بختكم أبناء طنجة بهذا الموقع وبهذه المكانة الساحرة. إن شاء الله يعني بالنسبة لسكان المدينة يعني تحققوا كل اللي انتوا عايزينه بإذن الله. وبالنسبة لقناة شوف تي في يعني بشكرهم شكرا جزيلا ان هم اتاحوا لي ان انا التقي من خلال شاشتهم ومن خلال كاميرتهم ومن خلال موقعهم مع المجتمع المغربي، وعرف نفسي للمجتمع المغربي، فبشكرهم شكرا جزيلا جدا، وشرف كبير على دماغي انه انا اتواجد على هذه الشاشه العريقه، شاشه شوف تي في. شكرا جزيلا. اذا متابعي قناه شوف تي في، كيف ما شفتوا معنا اللقاء اللي داز مع الصحفي والاعلامي المصري والاعلامي والصحفي المصري، يعني فرحان بزاف بحضوره مباراه مدينه طنجة. حاليا وصلنا نهايه البث المباشر، نتلاقاو في بث مباشر.